نحن قدمنا في وفد من أجل زيارة جمهورية مصر الشقيقة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية ليس من الآن وإنما منذ الأزل، وبالتالي هذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كافة الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الصحة. بالنسبة لنا جلسنا مع معالي الوزير، وكنا جلسنا سابقا على هامش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث كنا ننسق المواقف وننسق طبيعة العمل على مستوى عالم عربي، لكن أيضا على مستوى ثنائي مصري فلسطيني. وفي هذا السياق نحن الآن ننتظر لتوقيع اتفاقية هامة نعتبرها، لأننا بحاجة إلى تدريب الكوادر الفلسطينية، خاصة تدريب قصير وقصير المدى ومدى متوسط تم الاتفاق عليها، ننتظر أن تأخذ مجراها الطبيعي من أجل التوقيع عليها، وأيضا التعاون في موضوع اللقاحات، وأيضا في مواضيع أخرى هامة كتبادل الخبرات، وأيضا من أجل أن يكون هناك البروتوكولات، يعني التعاون بتبادل الخبرات بالبروتوكولات وغيرها من الأمور الهامة. الحقيقة نحن نواجه في القطاع الصحي الفلسطيني تحديات كبيرة جدا من خلال هذا الاحتلال الغاشم الذي فعلا يعني يبطش في أبناء شعبنا سواء في المخيمات أو القرى أو المدن، ولا يحترم أي نوع من الاتفاقيات الدولية. نحن بحاجة إلى دعم الدول الشقيقة وعلى رأسها الشقيقة مصر من أجل فعلا مواجهة القطاع الصحي لكمية الجرحى، عدد الكبير للجرحى والشهداء الذين يرتقوا يوميا في الوطن المحتل، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا الدعم. أشكر دعمكم مع الوزير، وأشكر دائما مساندتكم في المحافل الدولية، وأيضا أشكركم على تفهمكم لموضوع الاتفاقية التي في القريب العاجل جدا إن شاء الله نوقعها من أجل دعم القطاع الصحي الفلسطيني. شكرا جزيلا. أشكركم، شكرا جزيلا.